الان نقول مش بشرط هي انه تدخل اذا كانت الظروف غير مهيئه، ولكن الا تتفق معي انه فعلا المعارضه نفسها خاسره مجال كبير من خلال رسم صوره قاطمه وكانت مشوهه في اغلبها وكذا مشوهه على معارضه انها كلها فاز الا واحد مصلح، لكن لم يصلح شيء بين الفريق كما يقولون. هو هذا ما تقوله معناها السلطة، وبالطبع معناها السلطة حينما تكون غارقة في الفشل والعجز فإن عليها أن تلقي التهم هكذا على الجميع وأولها المعارضة. المشكل أنه قيس سعيد نفسه هو مستحوذ على كرسي الرئاسة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، و في كل يوم في كل ليلة يخرج علينا وهو جالس على كرسي المعارضة، فهو الآن هكذا بشعبويته يلقي التهم هكذا، وثم أنه هو يعاتب أصلا ما هو مطالب بإنجازه. نعم دكتور رضوان، ما هو مطالب بإنجازه أو ما هو يتبع معنا السلطة التنفيذية ينتقدها صباح مساء، وكل مرة يقدم معنا كبش فداء وعزل هذا وثلاث، وهو الذي معناها يلام عليه. هو يلعب في دور، يحب يلعب دور المعارضة في نفس الوقت إلى جانب معناها ما يقتنه بسلطة أمر الواقع. نعم دور المعارضة كان هو نعم.